قالت لك امك وارد طلعي لي شي حاجه واش والله شي نبيع ونعاود فيك صافي الناس يسمع انا شوهتيني وارد امي ما تجيش اختي عندي ما تجيش عندي امي راه انت مضاربه مع شي واحد كتحكيني مع الناس صافي انا دابا خارجة وصافي لي فرين قطع لي البومبه ديال الماء يلا زيرها لي خاف عليك انا كتبها نقول لك بان تدري زوينه وعجبتيني قولي والله عندك ناصه ما تجيبوش سمير دول ميوجد كما كلها كفونا راح تجينا لها وصلت للدار وشفت الخيمه قبل ما يوصلنا لخبر عرفت باللي صبحتي تيما فينك يا رميما تحني عليك في دي أسية أسية نوضة صاحبتي ندوي معاك وانت شوني انت مالك حقروا على امي انت شكون حقر على امي دبري عليها وكمل لي شي دوي ولا غنخمج لك هاد لاكر سوج حقروا عليها في الصوت شكون حقر عليها مالي الوقت لاط انت شكون دراري دابا شناهو غتدبري عليا نقول لك انا ديما كنجيبك خبارات وكتصدريني اصلا انا عندي القرايه دابا وخصني نمشي وصحاباتي تعطلت عليهم نمت كيتعطلي فيا دابا شناهو سربي باش نقول لك نمشي فحالي دابا غتقولي لي ولا غنبدا بك انت الاولى شوفي ملي نمشي تدخلي ديك الدخله انا ديما كنقول لك الهضره وانت الدخله ولا الطلعه ولا الهبطه تقولي لي مش مضاري ليها شكون هرف على امي شكون هرف عليها داك اللي حداها مو اللي باتي يبيع البصله وتفاتيحها ما بغاش يقيل لي هذاك حيت زعط فيا وما عطاش شي وقت ما بغاش يقيل امي واليوم طاح الروح شناهو شوفي انا ماشي ساقي فهادشي دبر عليا الدريات كيتسناوني وانا اصلا قاريه ما عنديش مع هادشي خلي نمشي بحالي وتقراي ولا ما تقرايش اللي قرا وطفرو تقاري انا باريه انا ماريه غتمشي معايا نفكو ديك الحريره ديال السوق ما خصك تمشي ساقي دير لي عاوتاني الشهاده الطبيه وتقولي دير راسك معوقه دير راسك هادي مضروبه وتقولي انا فهمتش علاش كيحكوا على امي راني انا فدوى شدينا فدوى راه غنرونا فداك السوق اللي مشيت الراس والله حتى نرونا عليهم بار لي جيتك باقا بميكته سيرافدوه سيرافدوه خليني نبدل خاصني نمشي نتحرك سيرافدوه شدي هادشي كملي الخدمه شوفي طلعي الكابتو شدي الخدمه انا القايه اش كملي الخدمه بريكولا يجي الباترون يجري عليا شدي كملي الخدمه الفران ديري وسط الروي ديري المهم خدمه هبط الكابو خدي الفلوس سيري يلا سيري خدمي ليا اش شنو هادشي دابا تحلو به بوطاط وموبيل شنو هنا يلا ما بقاش سير فحال كسر تحزز شكون حكر عليك امي حنزز وامي شكون حكر عليك فهاد الصوب هذاك الممسخ هذاك وتفاتيحه بغاش يقيل لها امي واش غدير لي رئيس معاه والخضاره وهاد البلاصه ديال امي غتبقى ديال امي ودير هنايا غتبقى ديال هنايا والله حتى طاح الروح اليوم سير اختي بعدي مني سير الطوموبيلاتك ما تخاصمي مع الجيران يا ويلي صافي راه ديما نتبراو لي فمو قالك راه غادي يهدي الله سير فحالك اسيا سير فحالك اييه دابا انا اللي وليت ما مزيانه جيت حررت لك بلاصه وليت انا دايره لك الشوشاره البلاصه راه ديالي يا ما تبوك الله يرحمو ويا ما تبو علاش كيحكوا علينا الواليد حيت ما كاينش رجال في العائله انا ما عنديش على الدراري الله يهديهم واش غندير لهم والله يهديهم انا غاده دابا واش نديري شنو طلع عليا شي حاجه تين على الشيطان طلع امي شي حاجه مول البصله وعيرت لك امك وارد طلع عليا شي حاجه ما تجيش والله نبيع ونعاود فيك صافي الناس يسمع الا شوهتيني وار امي ما تجيش اختي عندي امي راه انت مضاربه مع شي واحد كتحكيني مع الناس هاي ساكته ديما امي كتمشي بالغوت راه غير خدي على اختك باش تشري الكتوبه هاري كتوبه ولا لا قراو تخبروا انت عادي لك مع الدراهم واش غادي نمشي لك في الطوموبيل داري لي فلوس ويلي راه ما عنديش ناري سخفتينا امي وعطيني الفلوس الله راه هادو هاك الله يسمح لك وبيع الربيعه امي وناري وجبدنا شي واحد والله سيري بقى حاضرين انت براش كنضرب دير يا شوها هادي سير الله يهديك يا بنيتي سيري لا حولين اجي اخويا اجي تاخذ ربيعه اجي وبي ديالي ناري يا رب غير ما تحشرش يا رب شو كبير هذا صافي هذا كاع محروق شوفي يا ربي ما تحشرش يا رب سلام ويلي دابا تحطلات حبيبه عيقت يا صاحبتي عجبتي عمرك هاني يا حبيبي الزاني بخير كيف راك صافي الحمد لله ولي ولي هادي تلفات ليا كشي
انا نشرح ليك واخا صحي ليا دابا كيشي انا فاش كنسوق لا فواطور ديالي بالطوفه كنحس بداك الشيء مريح لومبريج كيمشي هو داك والفرين صافي اشرب اشرب راك خديت لك جوبه ايوا كي دايره الحمد لله صافا ماشي لاباس عليك تعاود صافي الحمد لله بخير ايوا حنايا مع تامر وكثرت لي بروجي بابا دار عليا بزاف قال لي ضروري نكتب عليك نكتب لك الشركات كاملين ديال المرسيدس بسميتك قلت لي بزاف الضريبه فهمتي ضربوني لك المرسيدس اختي كتعجبني المرسيدس ايوا عندك البي ام مزيانه هي هذيك مرسيدس قال لك الفرير مرخوف ليها حيت ديما كيجيبوها لي فاش كنكون خدامه في السي في السيليس بغيت نقول في هذاك دابا انا فاش كنمشي عند بابا الشركه ديالو كندخل نشوف هذاك الشيء ديال التقنيه وفهمتي باش نفهم باش تقولي البي ام ديالي اللي كتعجبني لا مرسيدس ما مرخوف لها الفرير لا والو واقيلا انت ما كتسوقيش لي طوماطيك داك الشيء علاش ياك ما فهمتش انا واش كتشتغل عند بابك الشركه ولا انت اصلا خدامه تاعك ولا انت ريسبونسابل ولا شنو خدمتك بالضبط زعما انت كلشي انايا ولا هادشي زعما كيعولوا عليا في كلشي ليه تيصوني ليا التليفون الو الو انا دابا خارجه وصلت لي الفران قطع لي البومبه ديال الماء البومبه ديال الماء يلا زيرها لي خاف عليك مالكي هذه كالكولاتريس لا هذاك التليفون عندي جوج تليفونات هذاك نخليه غير للتصوير نصور ناضي ندير لك شي بورتري غنصورك نصورك هذه بنتي بحال تيليكوموند زعما لا دابا غتقولي زعما هادشي قديم هادشي التراث شريتها ديال 7 مليون ودابا 8 مليون عرفتي علاش ما كنشريش التليفونات دابا حيت العين خايبه انا مشيت تا برقاق فوق شي واحد عندي واحد البرقاق في الدرب لا ناري شوفك طايحي تصحفي بلاصتك خديتي قلتي خديتو ب 7 مليون 8 مليون هي 17 مليون يعني كاين الفلوس واو ونقول لك واحد الحاجه في خبارك مفغريش. انا كان عندي الايفون 15 برو ماكس فهمتي وطاح لي في الماء ملي طاح لي قلت العين خايبه العين علينا حق مشيت خديت التليفونات من المزاد هذا ب 7 مليون ودب 8 مليون هي قولي 20 مليون المهم هذاك الشيء صافي وقلت نخدم بيهم باش الا شافهم شي واحد هما يضربوا بالعين ماشي هو يضربهم بالعين حيتاش بابا خدام في لي زايفون هو الشيف ديالهم يعني هما سابق وخرجوا الكاز برو ماكس وجابوا لي انا دابا بابا كيصاوب لي زايفون كيصايب كلشي عنده جميع الماركات انا كنعرف اخر ايفون هو 13 برو ماكس ولا شي يصايبوا ليك ست ايام ما كرهتش صافي انا نقول لك تبغي والله اش نقول لك صافي انا دابا نشرب العصير عطاه لي لا غير خلطي غير العصير صافي العصير ماشي مشكل حلوه اصلا انا فاش غنخلص ماشي بسر فهمتي هاكي زيدك هذا مابقاش جاجو الخص ربيع النعناع الوليده خاصني في الفريزيكو راه ما كانت عندي اختك واش انا تنحفرهم اصلا ديما كديري فرزيات بيني وبينها دابا شنو حياتك ولات معاد الربيع مني راجل مني امراه ماشي صافي انا بغا في الفريزيكو دابا شنو تا انا خصني نبدا نغوط ونشوي فيك باش تعطيني فلوس ليك انت يا بنيتي تكلمات غنقولهم لي غادي تعطيني فلوس ليك وغلادك الكروسه غادي نقلبها وغندير لك الشوعه هنايا هاكا بنيتي انت الصغيره انت الحنينه والله يسمح لكم ابنيتي نتفتوني ما خليتو البراني ما يقول حقو المحاكرين عييتي شوفو بلاتي اش دايرين فيا نتوما ما حشمتوش وحده الله مشات وحده جات حتى انا ماما ما قلتلك حتى حاجه انا باغا غير نقرا انا ماشي بحالا باغا نخدم باغا نشد شي خدمه لي هي مرسمه وتكون زوينه باش نهزك اما هي فلوس ما عرفناهم فين كتديهم واش غندير لك اختي راني لا اله الا محمد رسول الله دابا انا اش غندير لك اختي وهي هاك اختي وما تقوليش ليها لا جيتي كدير ليا فضيحه هنايا هاكي ما تقوليش ليها صافي جيت ثاني ثاني تنتف مني صافي شكرا يلا سيري الله يسهل عليكم قهرتوني لا اله الا الله محمد رسول الله من امتى وليتي كتمشي عند ماما للكروه مشيت عندها شفتها مال شفتيها طلعي الفلوس اللي عطاتك طلعي الفلوس يا فدوى اللي عطاتك اختي كتخدمي على راسك وعندك فلوسك اش باغا عطاتك الفلوس ياك عطاتني فلوس ليكو حيت انا البنت الصغيره خاصني باش نقرا باغا تقراي وانا نقريك نبداو بالدرس الاول الدريه الكبيره خاص يكون عندو الفلوس على الدريه الصغيره الدريه الصغيره كيصرفوا عليها الكبار باش ما تخرجش شي حاجه خايبه دير شي حاجه خايبه الرجال هاد حياتي كامله عامره لا كريس البريكولاج
ترجلي معايا في دوز نق دار اختي. علاش داويين وهادشي اللي باغا نقول لك وانتي ما باغاش تفهمي؟ منين اختي انا ما غنديرش شي حاجه خايبه، منين غادي نجيب الفلوس؟ يلا حاجه زوينه لا حاجه خايبه لا، منين انتي كبيره وخدامه على راسك فلوسك ما كنشوفوهمش وانا الصغيره خاصني يصرف عليا. بغيتي نصرف عليك دابا هاري ليا باش نصرف عليك. واختي راه ما كتعطيني والو فلوسك ما كنشوفوهمش. هاري باش نصرف عليك وراسك انا وش عباد الله شو الدريات كيضحكوا عليا حرام عليك. اختي يلا برك الله. انا ديت لك الصوياك وديت لك حتى الفلوس اصلا هذا الساك ما غادي يجي معايا انا مع هذه الحطه اللي غنضرب اليوم غتولي انت تطلبيني نسلفو عليك. ياك واخا تعديتي عليه ولكن نشوف هاد الفلوس دابا فين كيمشي والله حتى نتبعك بلاتي. عطيني داك لاصواغي البارح انا كنت غنموت كون ميتي بقيتي خاصني غنمشي نسقط لك الوريد. واش غندير واخا جات الاخر انا ماشي مشكل نعوضوها لك المره الجايه. وإلا ما بغيتيش اخويا انت راه تصرفي كتتعرف على شي حاجه كتنساني. كاين شي واحد غادي ينسى صاحبه من روح الروح والله يهديك سوما. شوفي المره الجايه ما غنمشي حتى شي بلاصه الا ما ديتيش معايا كوني على يقين حتى الدار تقلق. اذا كانت لك عندك طلعت لي بلاصه صراحه اش كاين ملي ولاو داك ولا بزاف كتعرفوا على شي دريات شي بنات كيجيبو معاهم ما يمكنش راه زيرو نيفو ما يمكنش اخويا راه انا مدرس معاه بحال داك النوع صراحه. نهار الاول كانوا صحابك شفتي دابا ولاو دي كولاس ما كنتيش كتحمل عرفتني يا ولد الحاله وباصي بنادم كيهبط شويه النيفو باي باي. والله الا تصارى هاد كنجرب الهوا ديالك تخلص علي اليوم ولا شنو؟ غنخلص الان ياك لالا غير فلوس الصوار اللي ضاعوا لك من البارح راه غنخلصهم لك. الله يتسبرتي مابقاش فيا ما دازش ليا خويا كيما ليا كيفاش قهوة خصني نشرب الماء باش ندوز هاد الخلاص ديالي ندوز نصبت الله هادي سوما 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 شنو غندير شنو يا ربي تكون مشلفني شي يا ربي يا ربي شي شي كذوب ويلي مع التيتيز مع التيتيز يا ربي ما نحصلش اسمح لي داك لا شوي سيبا لابيل باش دير داك لا شوي في الفيلا ويلا هاي اهلا صافا خويا هادي يونس هذا العمي ديالي من الصغر متشرفين هادي اسيا انا اسيا لا كوسين لي الشرف جات لي هنا كتريحي في هاد الكافي هادي الكافي ديال راجل ختي وكنت باركه ليه وانتم تبانوا ليه وانا نجي عندكم نهار زوين هذا انا صدفه زوينه هادي كيقول لك صدفه اخيره من الف ميعاد مرحبا بك حبيبه ديالي مزيان ملي جيتي تجلسي معانا ونعرفك على يونس بابا الله يهديه وصافي بدا كيعلمني واحد اللغه ما عرفتش كيفاش ولا كيتخلط ليا تعلم عليا صافي كوني هاني بحال شبعانه هذه صافي كنا نهار كنكتشف لك حاجه زوينه وهذه اختي عسيه هاي 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 اش
كدير في هاد البلاصه؟ وها انت اختي شوفي درتي 100 درهم ديالي باش مشيت خسر في القهاوي على الدريات. شكون هادي؟ قولي ولي اش لابسه؟ والطوموبيل والفيلا الفلوس هنا فين كتديهم؟ واخا واخا غنمشي نقولها لماما وتشوفي اش وقع ليك. هادشي كامل كنت كديرو؟ واخا والله لا بقات فيك كره. حتى هي عندها دابا شي طوموبيل وشي دار ولا فيلا. كتكذب علينا كره مجاو جاو ما فراسيش. واخا اختي وانا نديني 100 درهم ديالي ودعكراني. ولكن هي بلاتي انا نبقى نخرج معاها واخا بلاتي والله لا بقات فيها. وانا كبيده مليئه بالمفاجات مازال ماشي والو لهلا يوريك. بيان صاحبي ديالي انا باغا نعرف هاد المفاجات ديالك. بيان صاحبي باش تكوني مع كوبينيت ما تبقاش تخبي عليا. ديما كتخبي عليا الهضره ياكي. ويلي انا نخبي عليك؟ انا كنقول كل شيء كاينه ما كاينه. خلينا من هادشي خلينا من هادشي. انا عرفتك على كل شيء. دابا انا جيت ندوي معاك في واحد السوجي. شنو هو هاد السوجي؟ زعما ما عرفتيش علاش غندوي؟ ما عرفتش. بيست فريند يونس. بيست فريند؟ صديقي منامي. قلت ناري لا خاص نمشي عند الوالد نقول لي حيد عليا داك اللغه اللغه خايفه. لا والو. واش شفتي دخل المسرح؟ ممثله وعرق تخلعيش تضحك معايا حيت انت بروفيل ديال بروفيسيونيل فهمتي هذاك الشيء مره نتكلم. دابا خلينا من هذا الشيء اسي عافاك. شنو هو؟ عصبتيني فريمون عصبتيني. لا انا عارفك ما عندكش مع ذوك الدراري الشابوليت عندو شويه. ويا حبيبو دابا يونس مالو زوين؟ ها بوغوس الي تخي بو بونبون. شو تضحك معاك؟ ما بروبليم. دابا يونس زوين مؤدب ولد عائله و تو سي كو بابا هو مول سميتو مول الباش الخو الباش. لا لا هو الفيلا اللي كنا دار فيه لا سواغي اللي عرفت عليك ما بغيتيش. هذاك حنا اللي كرينا ليهم اصلا ما قالش ليك. لا ما قالش لي بابا صاحبو كره هادي. لا سامع بابا كري ما يمكنش يونس ما يكونش كذب عليا في هذا الشيء. ما انا اللي عارفه بعدا عندهم هذيك لا فيا ما تقوليش ليا ديالك ما يمكنش حيت كنمشي معاها ديما وفيلا صاحبتي في تمارس عشي كي دايره. وصراحه صراحه هي الصراحه هو عند الفلوس حنا اللي ما عندناش. كنضحك معاك. المهم اللي بغيت نقول لك هي الصراحه نفكر نقبل بيه ولكن خاصو يكون فيتني في لارجون حيت حنا عندنا بزاف. جيكونس انت ما كتعرفيش شكون بابا وشكون ماما ومراه عائله كبيره راه ماشي وشكون اللي تكون ما تكونش بحال ماما وبابا اللي تخي ارجونتي. اجي قلت لك شحال في تسوقي ياك بيان سور حيت انت ديما جاي في الطاكسيات تسوقي. اه دابا انا درت واحد الكسيده ديك النهار ما بقاش كنعرف نسوق. والله هذيك اسي اجي ما بغاش تخمم عرفتي فغيمون والله الا شفت فاشي اجي سوقي اجي باش نسوق. عطيني الساروت كاين لداخل راه اوتوماتيك ما كاينش الساروت. كيفاش اوتوماتيك؟ دخلي انا كنعرفش اوتوماتيك كتخلعني. اويلي والله عندي فوبيا. اسيا طلعي واخا انس الله سوق طلعي اسيا اوتوماتيك خدميها من اللي راه شنو ها ويلي مالك هانتي من هنايا سابو دخل صافي. لا هذاك صافي 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 سيري نشوف حبيبي لا سانشور هذا باش تسوق بلا سانشور سانشور استمتع اسي استمتع دير استمتع. اويلي هذه مالها بغيتي تقولي انا بغيت نقول لك ماشي كوميسار غن اويلي شي واحد يلاه سير. اويلي هنا من هنا كمان هذه قناه كيفاش شويه عندك قولي والله عندك عندك ناصه ما تجيبوش جميع دول ميو كلها كفن انا حتي مالها ودي لها الله الله يدير ساويت الخير. الزمان صعاب جيتي اسيه وياه الزمان صعاب وبزاف. بغيت نسولك ابنيتي هذيك خايتي تمشي مع راكاتر يا اختي فين تمشي مع تخسري عليها فلوسك؟ انا اللي كنخسر عليها ولا هي اللي كتخسر عليا؟ تتخسر عليك راه تنص عليك هذوك اللي نجيب انا مع الربعه ديال الصباع ديال الربع والنعناع والباربع والفجن انت ديهم صحاح وحطهم الا خلصوا لي القهاوي وخلصي عليها. علاش اميت حنا ما عندناش فلوس اللي بغينا لقاوها عايشين في هذا البيت عامره غموليه والطواليت مشاركينه مع الجيران. علاش حنا عايشين هكا؟ علاش علاش حنا ما يكونش عندنا اللي بغينا ويكون عندنا صالير ويكون عندنا الطوب؟ بنيتي وسولي هو شكون؟ ها اللي خلقنا حيت خلق الفقير والغني. امي انت ما دايره جهدك انا كنجي نطلب من عندك الفلوس ما كتعطيهمش ليا. دايره جهدك؟ اه والديك كيعطيهم اللي بغاو انت كتبغي 100 درهم كتشح فيني عليها. وكيف الكروسه وسط الرجاله في السوق ياك؟ انا قلت لك سيري الكروسه
فين غنمشي تكسري كراسي؟ فين غنمشي؟ انا ما شغليش، المهم باغا الفلوس. شكون باغيني انا؟ علاش ولدتيني من النهار الاول؟ علاش ولدتيني من النهار الاول؟ عارفه راسك ما مساعدتش تربيني واش عايشيني في زوينه؟ ما تولديليش امي واش عذبيني معاك؟ كنشوف بنادم معدو الفلوس ولاباس عليه غرك هذيك البرهوشه اللي معاك؟ غرانا امي غرانا. ما غتنفعكش بنتي، انا ما غتنفعكش، راه غتخاع اختك. وانا هذيك 100 درهم اللي حطات خصك انت تقرا بها، معش بقى لا غدا غناخذها لها وبعد غدا غناخذها لها وبقى ناخذ لها البندقه، وانت ما عطيتينيش نجمعك معاهم. غنشرب معاكم قرقوبه امي، انا قرقوبه ندوزو معاكم الحبس، غندوزو معاكم امي، خليني معاك مزيان. والعشيه تقدر 20000 ريال ولا الحيحه تنوض في هذا الليل. صافي غنجيب لك شي البلاوه وفلوس باش ما تقلوش عليك البزنس. شنو هادشي اسير؟ قلت لك غادي نعاود عليك فريستو زوينه، وهذا الريستو ديال الدرب عندهم واحد الساندويتش زوين ديال الطون، عينا من هذاك البريستيج وداكشي. بغينا نعيشو التواضع. شراب؟ لا ما كيديروش شراب، شراب حرام. هادي بيبس، هذاك تفاح مناض. كيفاش تفاح؟ واش انت بالزباب تاع الكاجي؟ شراب عمري ما كليته والله، عندو زوين بنين. لا لا هذا ماشي الدرب، هذا الدرب ديال صاحبه صاحبه الخدامه ديال الخدامه اللي كانت جات مع الخدامه ديال ديك الخدامه، فهمتي؟ فهمت. وين كان هادشي كيبان فيه بنين؟ راه بنين، هذيك اللي جات قديمه تقول لي جي بنين هذا. واحد يتواضع شويه، ديك سوما ما متواضعاش، ما باغاها تعيش الفوق وهز زنافر السما. مالك شرب شرب تفاح، هذا التفاح زوين عندهم كبو في الكيسان، هذا الكاس غير ب 10 دراهم. هادشي كنتو في يومين. قولي فين كنتي باغي ديري؟ قلتي لي نمشي واحد البلاصه. كنتو في ديك المول عند واحد السيد تما صاحبي عنده ريستو ساعات هادشي تواز. وانا عرضت عليك ما عجبتكش هذا الريستو ديال الدرب؟ لا عجبني. واعر عنده مطون ناضي، واخا ما تخطراش كيديرو قديم ناضي. عجبتني والله زوين. عجبك ياك؟ وقول لي دابا فين نمشي؟ علاش قلتي لي جي بعدا؟ ما عرفتش علاش. ماما تلفتش داكشي كامل كنت غنقول لك تلفتيني. تلفتي؟ تلفتي شد لاب، يلاه كول وسكت. دابا قولي لي نعم كاش غنمشيو ناكلو في الريستو؟ وحبس هادشي غيضرك مصرا عندك الشيش، حبس هادشي خليني نكملو انايا وعاد نمشيو نكملو في الريستو. ناخذ الشراب شراب المونار. قول عندك تبحلك، عندك حاجه دازت لك مع الخبز؟ عندك عندك حجره. قولي قولي بالصحه والراحه. خذي واحد اخر. انا كنت باغا نقول لك بانك تدري زوينه وعجبتيني. واه زيدك هاد النص وبغيت زعما ندير انا وكشي. هذا سميتو بوكاديوس. تدري غزاله ماشي ديال هادشي. ماشي هزي هاد اونفور تدو معاك. غندير حجر. نقول لك سولت فاطمة عليك وقلت لها شي وحدة معقولة وتعرف دير كلشي وشكراتك ليا جست باسكو على قدك الشيء اللي قالت. لا راني كلشي نديرو تبارك الله بنيتي الظروف والله الا بنيتي كنتي راه كراسة ديال الربيع وبنتي الكبيرة ما راضياش بيا. وعلاش؟ كل نهار تبعني تقر مني 100 درهم 600 400 ما ديتش على خالتي ولاد اليوم بحال هكا باغي نطلع. والله يهدي بنيتي الله يهدي، راه مني ما شباهم وانا مني راجل مني مراه. يا ربي ما فهمتش انا اللي كيديروا لوالديهم بحال هكا، الا ما كانتش باباك ولا ماماك عندهم الفلوس وعندهم الشركات وعندهم الاراضي فاش خدام ما كاين والو صافي تخدم على راسها بيلي. اش بغات عندك انت مسكينه ما بقاش عندك حتى الصحيحه خالتي. انت بنتي تبارك الله ما خاصك حتى خير وهضرتك ثقيله وموزونه الله يرضي عليك بنيتي. بنتي تبارك الله عزلط وتجي الدريه فضيحه تم. شوفي تبارك الله انت ما مخصوصه حتى من حاجه وهضرتك زينه كونك انت بنتي. بنتك اسف غير بابا قادي ولكن قراني وانا خدامه على راسي وهادشي كامل راه ماشي غير ديال بابا راه الدار ديالي بسميتي. انا بنتي كنت بخير وبخميري من يمات المرحوم الله غالب. الله يرحمه ويستر عليه. المهم خالتي هنيا دابا نقول لك خالتي نقول لك هنيا علي بغيتي حد خاطرك بنيتي ترى انت خالتي مصوابه غدا ان شاء الله مع 8 الصباح بنيتي تكون حشرت الله يرضي عليك. نعم خالتي راه عندي جوج دريات راه دريه ليا خدامه
اها السيكليس ودري لي نجيبها معايا مع الدين ما نخليها. وحده شحال عندها من عام؟ راه باقا صغيره، باقا صغيره ام الفاني. ايوا صافي، اذا كانت صغيره ماشي مشكله، كاينه شام بغات تقدكم بجوج. الله يرضي عليك يا بنتي، الله يرضي. واخا هادشي الفطر في الوقت عارف كنبغي نخرج. علاش نجيب نفسي؟ جي مع 8 تكوني بخير. صافي نجي نديرك مازال مليون ياس. لا لا ما كناكلش داكشي، انا غنوريك كلشي داكشي اللي غدير، الغوبا اللي غدير ليا كنديرها لي جيم. صافي الله يرضي عليك، نخليك بنيتي. صافي غير سيري دابا. الله يرضي عليك بنيتي، الله يكون صافي. نوض ماشي شي صاط، ما بقاش في الدار. والله الا غير المشاريع قسما بالله. مشاريع؟ والله ما كنعرفكش، عرفك عاد الدوران. وصل علي الا جايب لك واحد الخبيره باقا ميكتة. شخبارك لاباس؟ ديك البارح في الصواري. ايال. مالا عاوتاني سكرت سكر. دار على لي زام ديالنا كامل، شي الدريات اللي كنعرفو الدراري كلشي ضاع عليهم. هذاك يقول لي خويا، هذاك يقول لي توضرتي في 2006 انت راه عاقل عليك. واحد هذا مشى سمك غيزلان. ويلي 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 ويلي، واش نطرا؟ ايه واش نطرا ياك تبلبلات بوليس. واحد الفيديو كيدور فيسبوك غتلقاي عاقل في الدار. خالتي سوما قالت لك ماما واش نجيب لكم اتاي؟ اول حاجه ماشي خالتك، انا ماشي خالتك، انا لالا سوما، انا ما نزيدش سوما. واخا وما قلتش كيخص تجيبي اتاي، تشرب اتاي، تشربي شي حاجه. قال لك ماشي مشكل، جيبي اتاي، سالي جيبي اتاي. واحد راه عينيك نريد صاد بهوشه هذه بنت خدامه. فدوى دير لي سيتي. نيت يا ماما واحد الدري شحال زوين جالس مع خالتي. فين شتي اختي ثاني؟ كاين مع خالتي سوما. عرفتي تقربك يا اختي زوين ولا خايبانه؟ هذوك تسلح مزغوبه. علاش ماما لاباس عليهم تيدبروا على الناس الزوينين وحنا ما عندناش؟ تيسكتي يا بنت الزغبيه، تيسكتي حتى تسلح. زوينه ماما وتسمع. غتحرمي رزقي هنا ثاني؟ الله ما تنفس، الله ما تنفس. ماما مخليني مخصوصة كل حاجة. شوفي اللي نزلت لنفسي الله يخلف عليها. انا ماما غيولي يبغينا ان شاء الله ونولي بخير ونولي عروق. انت هزي سيرتي لهم كاس كروتو كنت مجيانين الصح. انت هادشي على قبلو. ويلي 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 يا سيدي، عرفي راسك راك فقيرة. ويلي قصي على بناتي غير صطي. ويلي يلا زيدي خلاص. واخا نجيب لك اتاي وما عرفتش. علاش علاش ديما كنقول لهم ما ديروش الكيس راه خويا راه ما انت ماشي مشكل. عام نيجا على سلام شكون جيتي البغرير هذا كنت طيبه فيه. شكون قال لك جيب هاد البوبكورن؟ واش ما كتعرفوش البريستيج؟ مال هادي؟ لا لا شنو اش وقع؟ والو ياك ما تشابهت لك. لا 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 هادي فهمتي. كب كب اتاي زوينه. استاذ شنو كتبغي شي رامي هادي؟ بلاتي يونس سمح لي، اش هاد البسالة انتيا؟ والو ومن اين تويت كتجلسي معنا في الطبله؟ ما فهمتش. دابا خالتي سوما انا جلست حيت زوين، فهمتي؟ كيفاش زوين؟ اش ركبت الحصيره؟ واش عارفه لك شكون ولا شنو؟ الا سالي كوزينتك بركه من البزاله. اصلا النهار الاول خدمت ماماك ما خدمتكش انتيا، كنت قاعدي كوزينتك. سوما سوما حشومه باقا صغيره. حشومه عجبك الحال انت تبدل لك هكا وعجبتيني وما عرفت شنو. قلت لها بالله قلت لك غير باقا صغيره وانا كرمت تصرف من والو. دابا اش البزاله يا ونس سمح لي، وانت صاحبي خويا من شحال هذا؟ صافي سوما كبي اتاي سالي كوزين. والو ما تكبي ولا عنوتي عنوتي سير باي باي. راه كنتستر علينا البنات الخدامات اخويا. انا ما فهمتش شكون جاب لك ولا خويا اللي باغي تاكل بغرير وانا ما عنديش مع هادشي ديالها. كنقول هادشي ديالها ناري يا خويا ضرب في السكر. جالي لدارك خذي راحتك، ما تبقاش تبان ما ديالك معاك فيلا. الدار كامله ديالك. هادي ابارتمون الفيلا ديالي سدي شي حاجه كبيره اختي وانا جالسه بوحدي. وعلاش بغيتي لي تكون معاه؟ واش نسيت بيان سور عمرك جالسه مع الخدامه وبنت صاحبتي تعطيك سعداتكم عندكم هادشي كامل. انا كنعرف شي ناس عندهم غير بيت وكوزينه. وشكون هاد الناس؟ سما بنيتي بغيت شي حاجه حبيبتي ديالي. عاد صاحبتك عاد صحيبتي جات عندي ضيفه. خالتي كنت كنتقدم عند دار الربيع. كنتقدا عندي مسكينه. كي دايره خالتي لاباس عليك؟ لاباس. صاحبتك بنيتي؟ صاحبتي صاحبتها هي لاباس عليها. تبارك الله بينك تبارك الله. بابا عنده بابا عنده شركه ديال البي ام سميتو لي زايفون. مرسيدس مرسيدس كيتخلطو لي زايفون اخاتي. مروح نروح. ولكن علاش كتخلي بحال هاد الانواع كيبركو حداك؟ شوفي راه خدامه راه خالتي. ولكن سمحي لي انا الخدامه عطيها غير واحد البيت كتمشي ما تبركش في بلايصك نبركو فيهم حنايا. شوفي وجهها شوفي هاد الناس انا كنعرفهم هادو كيبغاو يديرو فيها التبهله وكيبغاو يديرو فيها تبس على شوف خالتي 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 ما ديش عليها عافاك خالتي مسحات. شوما زعما انت كيبقاو فيك هاد النوع؟ شوما هاد النوع كيبغي يدي فلوس. انا بنيتي البنات مسخوطات كيخرجوا جميل. كاين انا بنيتي شوف بعيني الا غيكون على بنتك. راه واحد بنت عندها مسكينه يا اختي ما كتعاود لك عليها. غفر ليها الله يغفر ليها. وتخيل ايجو ايماجينا صاحبتي وكاين شي امهات ما رضاوش بيه. لا اختي سمحي لي انا ما عرفتش. لا 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 كنتي شي
لاباس عليها كاين شي امهات ما يستاهلوش نقول لك ليه كاين حنا والدينا مزيانين ولكن كاين شي امهات ما يستاهلوش انا نجي لكم بنتي شي حاجه جيب ليها خليني بنتي نمشي للارض يعني اختي واش دير لا شامبر اولي كتحلم سيدي بحال هكا شومه وراها ما كتدخلش الخاطر بين فاش نصابين بيد الجالي ومن الصابه راه ما يدبرص عليها وراها تقلق مني مامي دابا يلا نوض وريني لا شامبر ديالي نوضي نوضي على اسيا مسخوطه نيري لا تخرج عليا نيري جدها تخدم هنايا كنت واحد القضية تعقيبية والله إلا ملي دخلتي لحياتي والله ما نكتب عليك حتى حياتي نورات صراحة أنت ولد الناس ودرويش بكرات كنا كنا شي وريضات بالألوان هذيك سلام خالتي أسي سلام خالتي ديري هنايا فدوى شنو كديري هنا شتكم خارجين نمشي معاكم نجي معاكم أجي فدوى كتعرفها كنعرفها فين كتعرفيه الخدامة ديال خالي يونس ربط الخدامة ديال سومة وراه ديجا تلاقيت معاها في الدار وراه كنعرفها مزيان شويطي اه عرفت ما تدصرش عليك تبقى غير بنت الخدامه حنا ناس راقيين وما خاصناش نهبطوا لهذا المستوى ياك انا شويطينه وظريفه انا بنت الخدامه انت ياك واخ ماشي مشكل المهم انا باغا نخرج تخرجوني معاكم ياك فين باغا تخرجي ماشي مشكل اسي خدمتي معايا لا لا ما خاصناش نديو معنا الخدامات اي ويشه شنو انت اللي كديري فيه فدوى والله لبقات فيك اسي دري تخرج هاك هاك وخليها اه ولكن باغا نخرج شي معايا شي يلا زيد شوف اجي فدوى هاك يا فدوى هاك شنو هادشي اللي كديري ليا نخرجوا مالكم شنو كندور معاها مسكينه ويلا نشوف الطوموبيل ديالي باش لا 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 خلي يونس غنمشيو مع اسيا في طوموبيلتها زوين وانت تعرف تسوق وعندها البرد صراحه شحال انا باغي نشوفها كتسوق عندي البرد اللي غيخبطك ان شاء الله شنو غديروا لا 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 بغيت نشرح لك عندنا طوموبيل تاع لا زد دي باناج راه قلتي سومار ويد الفشات والله الا انت غتشوف طوموبيل آه انا غادي نسبق يلا وما شوف ما تعطلوش زيدوا قدام للدار وتجي وغنتحاسب معاك والله الا بقات فيك بنيتي لا خلي يونس سيري خالتي سيري سيري ولي 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 بغات تخرج عليا ويلي شنو كديري هنا عباد الله علاش باغا تخرجي ليا على حياتي علاش باغا تخرجي ليا على حياتي امي امي شنو درت ليك امي امي استغفر الله شنو درت ليك امي امي واش عرفتي صاحبتك هي هذا واش دمرتي حياتي داكشي اللي كلام اللي بنيتو باش نبان راقيه ونخرج مع الناس ونعرف الناس اللي لاباس عليهم باغا تضربي ليا بالزيرو ياك امي ياك هادشي اللي كنسول معاك انت ديك الشركه باغا تعرفي الناس اه باغي تعرفي كي تخدمي حتى الطوموبيلات كنتي قلتيها كنت وكنخدم في ميكانيسيان كنخلي فين نخدم هادشي كامل غير باش ناخذ مصروف اللي نقدر نلبس بيه نقدر نخرج بيه نقدر نتباهى بيه ياك بنيت الحشم بك على هاد الكتاف منين ترباو ماشي على فلوس الربيع ما نقول فلوس كرافص انا نادمه انا نادمه وحتى الغدار يقدر انني نبدل انك شكوني ما نبدلو انا ما بقيتش حامل انا ما بقيتش باغا نشم الريحه الكريهه اللي فيك ريحه الوسخ ريحه الحمري ريحه النعناع صافي انا ما بقيتش باغا نتزوج باغا نتستر امي انا باغا نعيش بخير انا باغا نعيش انت ما راضيش بك وعمرني غرضه بك وخا طلق السلام على الارض عمرني غرضه بك وعمرني غرضه بك وشوفي يا بنتي نقول واحد جوج كلمات نديرهم مدخلين من دماغك شوفي هاد السيده انا ما نبقاش خدامه عندها وغنهز اختك وغترجع لبيتك وغترجع لعناعي صافي غديني مزيان صافي الله يرحمك وانت اللي عيشي مع هذيك صاحبتك يا هذيك تعاودي عليها واش تادي على دريويشه انت واقيلا انت اللي لعابيه انا واعره نصعيبكم صافي ودابا استلموا عليكم دابا يسلموا لي وكملي الشقاك هي المدلوله ما راضياش بيا المدلوله جبتي عند الدلاليات كجبتي الله يخلف عليك درستي عند الدم الله يخلف عليك عاوتاني قلت لك 100 مره افدوى ما تبقاش تدخلي هاد الدخلات ودقي في الباب ملي جبتي تدخلي وما تقولش يا خالتي ولا طاتي انا ما خالت حد داكوغ باغا نقول لك شي حاجه شنو عاوتاني باغا شي حاجه ديال الفلوس لا دابا خالتك هنيو ماما زعما جوستك ما صاحبتك اختي دابا شكون صاحبتي صحاباتي وقبل على وقت فات أسيا أختي أسيا ما كنتين ماما أنا ساخ وأنا غنسيتك دابا دابا شي الدري لابس عليها عندها فلوس قلت أجي نقول لك خذها ياك باش تبرع على راسك
ما عندها والو، حنا كنسكنوا في بيت وماما كانت كتبيع قزبور وربيع والنعناع، ما كانش شي طوموبيلها. لا مي عمرك شي دارها وكاين عندها الدار شي ها سميتو. كيفاش ما فهمتش شتا هضر كتقولي في دوار عارف الا ما طيقتينيش. ها هما هاد التصاور ديالي انا وياها ملي كنا صغار وهادي ماما حبيبي. واش سافرت لي كنش البروبليم سي كو علاش كتكذب عليا انا ما فهمتش. صافي بارك عليك، اصلا هادشي انا ماشي درتو محبه فيك ولا شي حاجه، جيت غير على حساب داك النهار حتى قرات ماما قدامك وبدير فيها عندها فلوس ولا باس عليها، غير على حساب يونس باش يولي يبغيها وتعيش داك الحب والخراب. هي ما عندها والو. دابا يونس وانا طايحين بلا راسنا سيسا ياك، وانتي دابا حيت هي قدام انا ما فهمتش والو. عاد اليوم ديك فين كنا ساكنين وسولي راسك واش هذيك بنت ولد ربيع وجيك تكذب عليا. هذيك راه ماما بنت ماما. سمحي لي انا وليت كتخلع اختي هزي حوايجك انت وامك واختك عاد انا اصلا انا ماما جيبي التليفون شي ولكن غير باش نقول لك باش تعرفي شنو كاين. نوض جيبي التليفون عيط ليونس اش هاد البفاله اش التفاهه عندي في الدار. ياك فين ديالي ماماك مازال ما رجعتش من لندن. لا قريب بقات لها غير سيمانه. والمرسيدس لعند باباك باقي كيخرجوا لا الجنه وحمل الجناب. اه ضروري شولي طيب هذاك الكاس برو ماكس مازال ما جيش ليا. غدا غنجيبو لك غدا غنجيبو لك بقوم حشره تخيس برو ماكس تاع واش غي عدي بي راه قريب نخرج لفان. لا فان نقزوا الفان قال لك ما بقاوش غيديروا كاع داكشي اللي تحت اللي فوق. ايوا اجي نقول لك طوموبيلتك خرجتها من الكراج اللي شي باش عارفي العين خايبه كيخرجها تصدحاش معاهم. اسي علاش كتكذبي علاش كتكذبي علاش ما تصالحيناش علاش ما كترضيش بالواقع وانت بك ريحه الربيع. شكون قال لكم هادشي وريحه البيوت في السطح. واسمعي لنا اسمع القضيه اسمعي هاد العبد اللي قدامك هاد خيتي داتو ياكل طون طون يا طحتي من عيني فريمون طحتي من عيني يونس. شكون قال لكم هادشي المصيبه العظمى شنو هي كنا غير بقات في الطون عباد الله. المصيبه العظمى سيمانه ويا طوموبيل تي فيها طون حوجي فيهم راح طون بغيت نترقد في جابي لعباد الله. بركه من هادشي هادشي اللي كتقولوا فيه بصح انا ما عندي لا دار لا طوموبيل لا والو وانا كنت كل نهار كنتعذب بسبب هاد الكذوب اللي كنكذب. دابا واش كتسحب شنو بغيتو اخويا شنو بغيتو هادشي كتنعس ومرتاحه في النفس ديالك انا كنعس غير قوليها في بيت قوليها في بيت خاصك تتاخري بهادشي خاصك تتاخري بامك علاش ما كتهضريش بامك علاش ها شنو زاد لها خالتي خالتي ضريفه وخدامه عليها هادشي احسن علاش ما رضيتيش بهادشي كامل واش كان كيسحب لك صافي حيت صافي غادي تخلاو عليا صافي حنا عندنا الفلوس غادي تخلاو عليا علاش ما واجهتيناش صافي غادي تخلاو عليا بيان سور حبيبك وغنتخلاو عليك علاش في نظرك كتبقى حوتانه فحالك كذابه عندي في الدار في ريحه الربيع شوما شوفها اسيا انا ما كيشرفنيش نبقى مع وحده بحالك ولا نخرج مع وحده بحالك عاوتاني الطون كنفكر نخرج كنتفكر الطون صافي تخلي شويه بهذه السهوله شنو كتجينا باش ما تخلاوش عليك اش بيناتنا اه بصح ما قادش وبعد لوكاس عرفتي الغلط اللي درت عرفتي الغلط اللي درت هو انني ما اعترفتش براسي ودليت راسي على بالك قلبي احسن من قلبك حتى بين الزهور والقصير شحال ما عندهاش فلوس نتا ولا بعد غدا صافي خلاص سيري هادي شحال كافي خلات عليها بعد غدا شحال بقى عندكم واه كلات على ظهري وشحال لبسه لبسات على ظهري اه وشحال ديال المازوت خسرت على هاد الحسال هادي اللي كتبرك عليا خليت لكم الراحه يلا برا واش دير لها مراك الخدامه كتبقى ديما خدامه عارفاش بلي انا غير كاري هذاك الطوموبيل كلشي جالوق وكلشي كذوب فراسك كنقول لها البام هي غير داسيا كتقتلني بالدم وكتسيقنا الهويات بحال هادو انت فقيره ما كتعرفش اش كذب حنا مازال جاج معنا الفلوس ياك وانت والمصيبه العظمى طول اللي مشينا عندو كزو وعشيري والفرده وعناضت قلت لي طاحت بريزي ما بقاش يشد البخ لا ولكن حنايا اش نقول لك واش 1000 درهم ديال الشهر خصنا نخلص الدوره الشريف انا باقي ترشفرت وسط انا نشوف غندير الحوايج لمولاتهم
حيت صافي سالات اللعبه خويا وتوحش خويا داك النصوص خانزو بنين دنديب عاد خونا ناكلو. اول حاجه نحط الطوموبيل مول لوكاسوس تاع ليا مخ. صافي خصك دير لافاج صاحبي وشوف جقر داك 600 درهم ما فينا نبداو نتعذبوا معاه بالرجوله صافي. نوض ناري توحش داك البغرا وداك مسمن كتكسر ما فاصك داك في الدار بيع كانوا برا عيني كتجي كتقول لي خلصت كنقول لها كنت خلصت خلصت شنو كتخدمي كتجيب تصطر العشاء العدس اش غندير نوض كاع تبعني صب كوكا نوض نصطفو سير نصب انا جايه غنطي الحوي مي سمح لي كما شوف يلاه بنيتي اللي بغا يسمح لك ما انا ديما مسامحه لك سمح لي يا امي كنت غالطه في الدنيا والله الله يسامح لك صراحه انا ندمت بزاف على داكشي اللي كنت كندير لك باش نعاونك وعلى دوير الزمان وهادشي كامل كنت كنت قلت عقلك يا بنيتي الله يهديك تاتي على بالك ماما دوك اللي دليتك على قبلهم فاش عرفوا الحقيقه ما خلاو ما داروا لي احتقروني ودلوني وهادشي كامل درتو لراسي من نهار الاول مشي شي حاجه ما قادتش عليها مابقاش في كاسيه الحال بنيتي الله مسامحه ليا من قلبك والله بنيتي لا مسامحالك انا كنواعدك غنعاونك وما تبقيتش تخدمي سمحي لي انا بنيتي انا عايشت في الفقر الو الفتاح ويلي تسوقر هذاك الكراج سير سير الله يعطيك الصحه صافي اخوي اليوم 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 الافتتاح اليوم الحليب والتمر صافي نجيب الواليده الله هي تجيبها صافي يلا سير فرحيني وخلصتي امي ارحي الكراج ديالها امي انا اللي خدامه انا اللي خدامه عند راسها امي ربي كبير امي من دجا طالبه فتاح على داك الكراج التليفون راني ما حملتها بنيتي بحال داك محمد هسه هاك يا امي الله يرضيك لنا هاك راه فيه الخير امي خليه عندك الله يرضيك انا شري تليفون واعر وشري لك شتي شي حبير ناضي واش الصبر بنيتي شتي الله يرضي عليك انا غنمشي نحل لك الكراج وغندير العاقه وغنمشي نحتقره شويه بنيتي لا الله يرضي صافي نساو ماما طالبه لي نطالبك بنيتي بلوكيهم من حياتي خدمتي ما تنفخي علي ما والو شتي دازك لا لا نديرهم فوق راسي انا بالعكس البادرون كنت عزيز علي حسن كنكتهلا فيه شتي بنيتي الله يرضي عليك انت تحس في مخوتك ولادك ما ولاد كراج ونحل الكامبو ديالي اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد يا ربي حمدتك وشكرتك وصحابك الله يهديهم بنيتي الله يهديهم